السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم متفرج على قناة جبنة ريبيا. وجالنا سؤال بيتردد كتير، هل الأفضل إن أنا أتعلم كل التخصصات اللي موجودة في الريفت؟ معنى السؤال يعني أتعلم ريفت معماري وإنشائي وظهر مكلف. طيب الإجابة لأ. طب لأ ليه؟ تعالى نشوف مع بعض. لو أنت مهندس معماري وقعدت تتعلم إنشائي وقعدت تتعلم كهروميكانيكال، هل أنت مصور إن أنت في المشروع هتشتغل كل حاجة لوحدك؟ ما عندكش حد يعني هتحارب لوحدك، هتشيل كل حاجة لوحدك؟ اكيد معاك انشائي واكيد معاك كهروميكانيكا، فالافضل ان انا اركز في الجزء المعماري اللي انا افهم فيه واطور نفسي فيه. ابدا اشوف مثلا اتعلم برمجه الريفت، وهتلاقيها موجوده بالتفصيل على بيم ارابيا. هتلاقي مثلا الدينامو بحر واسع، هتلاقي ان انت ممكن تدخل في موضوع الاستدامه وتدرس الرياح وتدرس كذا وتدرس كذا وتدرس الشمس وتدرس الزلال. فالتخصص بتاعك انت فاهم الحاجات دي، هتشوف بقى التولز اللي ممكن تعمل لك الموضوع دوت. تولز من غير شرح ملهاش لازمه، يعني تخيل ان انت بقى تقول لي ادخل في الانشائي وهقعد ارسم اعمده وكمرات والحاجات دي، وتجي اسئله كتير يقول لي انا مهندس معماري ومعايا شغل انشائي. يا عم اديني مهندس انشائي تاني، ولما يجي له شغل معماري ليك خده. يعني مهم جدا موضوع التخصص، ما فيش حاجه اسمها هفرد صدري وهدخل، مفيش حاجه اسمها هعمل شغل الكهروميكانيكا الكهرباء والميكانيكا والانشائي والحاجات دي. لا، الافضل ان انت تركز على التخصص بتاعك، يعني استثناء لو انت مثلا عايز تركز في موضوع التدريس. وصدقني في كل المراكز يقول لك لا، انت ركز على الحاجه اللي انت عارفها، ركز على الميكانيكا، ركز على المعماري، خليك محاضر في الريفت المعماري، خليك محاضر في الريفت الانشائي. كل ما تكون مركز كل ما هتقدر تبدع، وكل ما هتلاقي تقدر تجاوب على اسئله اي حد، تقدر تطور نفسك بنفسك، تقدر تشوف ايه المراحل اللي بعد كده. يعني انت عرفت ريفت معماري خلاص خلصت العلم، لا في حاجات كتيره بعديها، بس المهم تتقن الحاجه بتاعتك وبعد كده تدخل للمرحله اللي بعديها. ممكن تتعلم نفس وركس، ممكن تتعلم دينامو، ممكن تتعلم سوليبري، ممكن تتعلم يونيتي، زي ما انت عايز، بس خليك متخصص وعارف الحاجه اللي جايه ايه. يعني لو انت كهروميكانيكال اتعلم برنامج اسمه ماجيكاد، خطير جدا قوي جدا. انشائي اتعلم التحليل الانشائي، اتعلم ادفانسد ديتيل، اتعلم تكلا، اتعلم اي حاجه من الحاجات اللي هي في مجالك. ما تروحش تبص لبره وانت في حاجات لسه ناقصه عندك. ركز في شغلك، ركز في الريفت المعماري لو انت معماري، في الانشائي لو انت انشائي، ما تشتتش نفسك. طب واحد يقول لي انا لازم اكون عارف بقية الاقسام، وانت شغال بتبدا تعرف معلومات مفيده ليك. يعني وانت معماري مثلا بتلاقي بتاع الكهروميكانيكا اللي يقول لك ده انا عايز كذا كذا، فخلاص حفظت المشروع دوت ان في كل المشاريع لازم بنعمل مثلا اوبننج ورا الحمامات ورا المطابخ، المفروض بتسيب مسافه قد كذا، فبتعرفها سواء من الدراسه سواء من الكتب سواء من الخبره. الجزء الاضافي بالخبره، طول ما انت شغال انشائي بتلاقي في المشروع بيقول لك اعمل حسابك بعد كده في كذا، الكهرباء بيقول لك لا خلي بالك لا عشان موضوع ان احنا نتفادى المشاكل. بالمحاكاة تعرف الجزء البسيط اللي انت محتاجه في بقية الأقسام، بس مش مطلوب منك كمعماري تخش في التحليل الإنشائي وتدرس لك 5 6 سنين تاني والحاجات دي كلها وتبقى مسؤول عنها مسؤولية تامة. لا، ركز في الجزء بتاعك. لو انت إنشائي خليك إنشائي، لو انت معماري خليك معماري، لو انت ميكانيكا خليك ميكانيكا. معلش طولت عليكم، بس حاسس ان السؤال ده بيتكرر كتير، وكل واحد بيبص للتاني يقول لك تلاقي مهندس معماري يقول لك ايه الإنشائي ده اللي بيكسب، بدليل على كده اكبر المليارديرات في مصر هما الانشائيين، مع نجيب ساويرس واحمد عز وفلان وفلان، ويعد لك 50 اسم كلهم مهندسين انشائي ما شاء الله ربنا يبارك فيهم. لما الانشائي يقول لك المعماري ده ما بيعملش حاجه، ده في ثواني بيخلص الحاجات، ويقول اخواننا بطلوا تبصوا لبعض في الرزق، ما بقاش فيه بركه خالص. ربنا يبارك في الرزق ان شاء الله.